السلام عليكم أحبائي طلاب الصف السادس، النهاردة إن شاء الله تدريبات على إعراب الفعل المضارع والأفعال الخمسة. تعالوا مع بعض نبتكر أدوات نصب الفعل المضارع أن، لن، كي، حتى، لام التعليل، وأدوات الجزم لم ولنا هي ولام الأمر. فمثلا أعرب كل فعل مضارع فيما يلي: لا تهمل دراستك. الله هنا لا ايه يا ولاد؟ لنا هي. يبقى اعراب تهمل ايه؟ فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم السكون. لا احب الكسالة. الله هنا لا النافية، ما بتأثرش على الفعل المضارع. يبقى احب هنا ايه؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يجب أن تقرأ كثيرا لتستفيد. يجب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه غير مسبوق بأداة نصب أو جزم. طيب تقرأ فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ليه يا أولاد؟ لأنه مسبوق بأن، أداة من أدوات النصب. طيب تستفيد، لتستفيد اللام هنا لام إيه؟ لام التعليل. ممكن نشيلها ونحط كلمة علشان. يجب أن تقرأ كثيرا علشان تستفيد. يبقى تستفيد هنا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه مسبوق بلام التعليل. طيب لتقرأ كثيرا، اللام هنا لام الأمر، يعني ممكن أشيلها وأقول لك لازم تقرأ كثيرا. طب لام الأمر بتجزم الفعل المضارع، يبقى تقرأ فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم السكون. لم ينجح المهمل، لم أداة من أدوات الجزم، يبقى ينجح فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم السكون. تدريبات على الأفعال الخمسة. قلنا الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل بواو الجماعة ألف الاثنين ياء المخاطبة. فمثلا التلميذان يفهمان الدرس. إعراب يفهمان إيه يا ولاد؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. ليه؟ لأنه متصل بألف الاثنين وغير مسبوق بأداة نصب أو جزم. التلاميذ يفهمون الدرس. يفهمون متصل بإيه يا ولاد؟ واو الجماعة. يبقى إيه؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، لأنه مش متصل بأداة نصب أو مش قبليه أداة نصب أو أداة جزم. أنت تفهمين الدرس. تفهمين متصل بياء المخاطبة، يبقى فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. الطالبان لن ينجحا إلا بالاجتهاد. لن أداة من أدوات نصب الفعل المضارع، يبقى هنا علامة النصب هتكون حذف النون. المهملون لم يهتموا بالدرس. لم أداة جزم، يبقى يهتموا فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم إيه يا أولاد؟ حذف النون. لا تهملي مذاكرتك. تهملي متصل بياء المخاطبة وحذفنا النون لأن الفعل مسبوق بلا الناهية، يبقى إعرابه تهملي إيه؟ فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون. تدريب مهم جدا. اقول لك اختر عليكم ان نقط الجهد. تفتكروا نختار تبذلون ولا تبذلا ولا تبذلوا؟ عليكم هنا بتكلم مع جمع وفي اداة نصب، يبقى هنحذف النون، يبقى هنختار ايه؟ تبذلوا. انتما بتكلم عن مثنى ومفيش اداة نصب او اداة جزم، يبقى الفعل هيكون مرفوع بثبوت النون، يبقى هختار ايه؟ تجتهدان. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.